الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس الأساسي من أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. كل عام وأنتم بألف خير يا سادس بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني. اليوم راح نبلش أول درس بمادة الجغرافيا اللي هو الوضع السكاني العالمي. في البداية خلينا نشوف المقصود بالسكان. مين هم السكان يا سادس؟ هم مجموعة الأشخاص الذين يعيشون في منطقة جغرافية معينة خلال مدة زمنية محددة. طبعا تقاس أو يقاس أسف عدد السكان بوحدة النسمة. واضح؟ ننتقل هلأ للعوامل المؤثرة على مجموع السكان. هناك عاملين يا سادس، أول عامل اللي هو معدل المواليد، وتاني عامل معدل الوفيات. خلينا نشوف المقصود بمعدل المواليد ومعدل الوفيات. معدل المواليد هم عدد المواليد الأحياء لكل 1000 من السكان في العالم. أما معدل الوفيات، عدد الوفيات لكل 1000 من السكان في العالم. واضح؟ خلينا نشوف أسباب الزيادة السكانية في العصر الحديث. شهد يا سادس العصر الحديث زيادة سكانية هائلة. السبب الرئيسي اللي هو التطور العلمي والتكنولوجي اللي صار بعد الثورة الصناعية. متى بدأت الثورة الصناعية؟ بدأت بأوروبا نهاية القرن الثامن عشر. هذا مهم يا سادس. السبب الثاني تحسين خدمات الرعاية الصحية اللي أدى إلى زيادة عدد المواليد وقلة عدد الوفيات. السبب الثالث اللي هو توفير الأدوية والغذاء واللقاحات للوقاية من العديد من الأمراض. واضح؟ ننتقل هلا للزيادة السكانية في العصر الحديث. الزيادة السكانية في العصر الحديث يا سادس بتمتاز بالتباين والاختلاف بين الدول المتقدمة والدول النامية. تتركز الزيادة السكانية في الدول النامية وين؟ في قارة آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وتقل في معظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية وروسيا واليابان. يعني قارة آسيا تشهد زيادة سكانية، وين بالذات؟ في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. أسباب التوزع السكاني في العالم. ليش في توزع سكاني في مناطق مختلفة من العالم؟ في عنا عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية يا سادس اللي هي المناخ والتضاريس وفرة المياه والتربة الخصبة والموارد الطبيعية. هاي كلها عوامل طبيعية تؤدي إلى الجذب السكاني. هناك عوامل بشرية من أهمها استقرار الأوضاع السياسية، توافر الأمن والحرية، ووفرة فرص العمل والظروف المعيشية المناسبة. هاي كمان عوامل بشرية تعد جاذبة للسكان. هلا في عنا مصطلح رح نتعرف عليه اليوم اللي هو الكثافة السكانية. إيش الكثافة السكانية يا سادس؟ الكثافة السكانية هو عدد السكان على مساحة الأرض. هيك نحن بنحسبها، عدد السكان على مساحة الأرض. طبعا هناك أثار سلبية للزيادة والكثافة السكانية. من أهم هذه الأثار أنه نقص الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية المناسبة، زيادة نسبة الأطفال العاملين من غير المتعلمين، انتشار المساكن غير الصحية، وضعف الاهتمام بقطاع التنمية، وعدم وفرة الخدمات التعليمية الكافية للسكان، وزيادة معدلات الفقر ونقص التغذية. هاي جميعها يا سادس أثار سلبية للزيادة السكانية في العالم. في عنا طرق حتى نتحكم في النمو السكاني المرتفع. خلينا نتعرف على هذه الطرق. إعداد برامج وخطط لتنظيم النسل تناسب مختلف شرائح المجتمع، وسن قوانين جديدة للهجرة تحدد الفئات العمرية التي يسمح لها بالهجرة إلى الدولة. وهيك يا سادس بيكون درسنا لليوم خلص. في عنا واجب حل أسئلة الدرس، ويعطيكم ألف عافية.